السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلسلة تصوير المعالج بالايفون، وننتقل لقائمة جميلة وهي قائمة الافكتس. قائمة الافكتس في اللايت روم اللي موجود في الهواتف الذكية جميل، في خاصيتين، خاصية خاصة اللي هو الكلاريتي والديهيز والفينيت، وبالإضافة إلى اللي هو السبليت توني. حنتعرف عليهم واحد واحد. اول اللي هو اول اختيار كلاريتي يحاول يحصر له، يعني يعمل لك حصر لكميه الضوء والظل، يعني يحاول يوضح لك بعض التفاصيل اللي موجوده، ونلاحظ انه ما يروح ل اللي هو الميتونز او اللون او اللي هو النسبه اللي بين الظل والضوء. فالكلاريتي قوي جدا بعض الصور، وتحاول تستخدمه بنسبه بسيطه جدا. الديهيز لو نلاحظ انه هنا في نوع من اللي هو زي الضبابية، فاحنا لو عملنا الديهيز حيعطينا وضوح اكثر للتفاصيل اللي موجودة في الجبل نفسه لو نلاحظ، ولو عكسنا حنزيد في كمية اللي هو عدم رؤيتنا للمشهد نفسه. والكلاريتي بنفس الطريقة، لو نقصنا في قيمته حيقلل لنا في قيمة اللي هو وضوح بعض المناطق في الصورة. الفينيت زي العادة بسيط جدا، عبارة عن إصلاح لبعض المشاكل بعض الأحيان، مو مشكلة، هي نوع من الستينج اللي موجود في بعض الصور، أو حتى في الكاميرا اللي هو اللايت ميتينج يوم تختار سبوت أو ماتريكس، فيجيك الفينيت بشكل كده يحصر لك الضوء في الوسط بحيث انه يوضح لك التفاصيل، بالاضافه انه مجموعه اختيارات خاصه بالفينيت عشان تقرب من نقطه الوسط، اللي هو الفيدرز الخاص فيه اللي هو عمليه زي ما نقول شفافيته، بالاضافه الى شكله ممكن دائري او تخليه بشكل قريب من المربع، بالاضافه الهايلايتس اللي هو الخارج عن الفينيت نفسه، فممكن تتحكم فيه. وفي ستايلات معينة مع الكالرز والبينت اوفرلي. فطريقة استخدامنا للفينيت تكون بعض الأحيان جميلة وبعض الأحيان ما تفيدنا في بعض الصور، زي ممكن الضوء يجيك من اليسار أو هذا، فما حتفيدك كثير في عملية حصر الضوء. فهذه نظام اللي هو الإفكت. ولو ننتقل على قائمة السبليتون، هذه قائمة جدا حلوة ومميزة في عملية إضافة تون لوني جميل بصورك. ممكن تضيف تون لوني على الإضاءة، وممكن تضيف تون لوني على الشادو، فعندك طريقتين. والبالانس اللي أسفل يا تحط اللي هو الكمية الأكثر على الضوء أو الكمية الأكثر على الظل، فهو بديك أنت توزنه ما بين الاثنين. فلو نلاحظ أنه لو رحنا على الهايلايتس احنا قاعدين نأثر على اللايتس اللي موجود ونغير في ألوانه بالكامل، بالإضافة إلى الشادو بنفس السيستم. احنا قاعدين نعدل الآن على الشادو ونضيف ونغير في ألوانه. فالسبليت تونينج شيء جدا جميل مميز، يضيف لك طابع لوني رهيب بعد ما تعمل انت المعالج للصورة وتعمل إصلاح للضوء والظل وكل حاجة. ممكن تعمل لمسة لونية جميلة لك حيث انك تعتمدها في الصورة وتحصل على تون مميز ورهيب في صورك. هذا النظام اللي هو الافكتس الخاص باللايت روم اللي موجود في الهواتف، ما يختلف كثير عن اللايت روم اللي موجود على الاجهزة، وطريقة عمله جدا بسيطة وجميلة في نفس الوقت. اتمنى نشوف اعمالكم المميزة، وننتقل الى الدروس القادمة.